النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعي طقس العرب في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: طقس صيفي اعتيادي متوقع أن يؤثر على المملكة خلال طيلة أيام الأسبوع، أيضا كتلة هوائية أقل حرارة متوقعة، وليالي لطيفة رطبة أيضا متوقعة خلال الأسبوع الحالي. نبدأ نشرتنا كالعادة بصورة أقمار اصطناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، ولتوضح انتشار الغيوم المنخفضة في عموم المنطقة الوسطى والشمالية وأجزاء من المرتفعات الجنوبية خلال ساعات صباح اليوم. هي ناتجة عن ارتفاع في نسب الرطوبة خلال ساعات الليل، عملت على تشكل هذه الغيوم المنخفضة خلال ساعات الصباح، لكن سرعان ما تلاشت وعاد الطقس ليصبح صافي في عموم المناطق. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع الحرارة وخرائط توزيع الكتل الهوائية في منطقة بلاد الشام وشرق البحر المتوسط، ولتوضح سيطرة الكتلة الهوائية ذات درجات حرارة اعتيادية في عموم منطقة شرق البحر المتوسط ومنطقة بلاد الشام. الكتلة الهوائية الحارة التي أثرت علينا خلال الأسبوع الماضي تحركت شرقا باتجاه العراق وأيضا باتجاه الجزيرة العربية، وبالتالي أفسحت المجال لهذه الكتلة الهوائية ذات درجات الحرارة الاعتيادية السيطرة على منطقتنا، وبالتالي تراجعت درجات الحرارة وانخفضت درجات الحرارة، وأيضا ساد طقس صيفي اعتيادي نهارا ومعتدل ولطيف خلال ساعات الليل. ننتقل الآن للتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، والحيث تتفرق بعض الغيوم المنخفضة خلال ساعات الليل المتأخر مع 21 درجة مئوية فقط. أما بالنسبة للتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة في العاصمة عمان، تبقى درجات الحرارة حول معدلات مثل هذا الوقت من العام، تبقى أيضا الأجواء الصيفية الاعتيادية بالسيطرة على عموم المناطق. يوم الأربعاء 28 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 21، يوم الخميس 29 إلى 22، يوم الجمعة ترتفع قليلا تسجل 30 درجة مئوية أما الصغرى تسجل 23. في نهاية نشرتنا نستعرض هذا الفيديو من المملكة العربية السعودية، حيث شهدت أجزاء واسعة من جنوب غرب وغرب المملكة خلال الأيام الماضية هطولا غزيرا للأمطار، تركز في المنطقة الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، حيث يظهر الفيديو هنا إعصار قمعي بدأ بالتشكل في منطقة تهامة عسير، حيث تشكل اليوم الجمعة الماضي والذي التقطه ياسر شرقي. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.